على غرار الكنائس الشرقية في العالم، تحتفل الكنيسة الرسولية الأرمنية في إقليم كردستان بأعياد ميلاد السيد المسيح الذي يصادف في السادس من كانون الثاني من كل عام، والذي يجمع فيه الأرمن عيدي الميلاد والغطاس في يوم واحد. ففي كنيسة الأرمن الأرثوذكس في مدينة زاخو أقيمت الصلوات والقداديس الميلاد وسط أجواء آمنة، بعث فيها المشاركون دعوات كانت للوطن نصيب الأكبر. بمناسبة قدوم عيد ميلاد مجيد سيدنا المسيح حسب تقويم كنيسة الأرمنية، يوم يحتفلون أرمن في كافة أنحاء العالم وخاصة في العراق وكردستان وخصوص في دار زاخو مستقلة. ونحن ككنيسة أرمن في زاخو نفتح أبوابنا ويجون جهات إدارية وحزبية ورجال دين الإسلام. نحن ككنيسة الأرمنية حسب ما جاءت في خطاب المطران أوشاغان قلقليان، هذا السنة راح يكون سنة العائلة الأرمنية، يعني يكون أكثر علاقة اجتماعية. طبعا اليوم يصادف عيد ميلاد السيد المسيح عليه السلام بالنسبة للطائفة الأرمنية، كافة أنحاء العالم يعيدون هذا اليوم بمناسبة عيد ميلاد، وعيد الدنح عن باقي الطوائف المسيحية منا. طبعا هذا العيد إن شاء الله يكون عيد خير ومحبة واستقرار وأمان كافة أنحاء العالم خاصة أقليم كردستان. مسلمون ومكونات دينية مختلفة شاركوا الأرمن أعياد الميلاد، مؤكدين على تجذر ثقافة التعايش بين مختلف المكونات والأديان والتي يعيشها أبناء إقليم كردستان. نقدم أجمل تحاني وتبريكات باسم فرع سامي لحزب الديمقراطي كردستان. إقليم كردستان يعني معروفة بالتعايش تعايش القومي، تعايش الديني، مذهبي، جميع الأديان والقوميات الموجودة في كردستان منذ آلاف السنين يعيشون مثل الأخوة، لا يوجد أي تفريق بين أي أطياف. بمناسبة أعياد الميلاد وعيد رأس السنة الميلادية المجيدة، أهنئ جميع الأخوة والأخوات المحتفلين بهذا العيد من كافة الطوائف الموجودة في العراق وكردستان، وأتمنى للجميع الخير والسلام، وأتمنى لأقليم كردستان أيضا الخير والسلام. كريستوسن فاتسي فايدنيتساف زيز يف ميز ميتسافيديس. اليوم عظيم لنا، اليوم كريم لنا، اليوم عيد ميلاد سيدنا المسيح. رسالتنا اليوم يكون دائما يكون أمن في الـ في الـ في الكردستان والعراق كله، وإن شاء الله نكون كلنا عايشين مع بعض ونكون سالمين مع بعض وماكو فرق بيننا وبين أي شخص واحد تاني. تختلف التواريخ وتتعدى التقاليد، إلا أن فرحة عيد الميلاد هي واحدة التي جمعت فيها كافة الشرائح والأديان في إقليم كردستان في رسالة مفادها بأن يعم الأمن والسلام في ربوع البلاد. لقناة زاكروس الفضائية، نجلة السندي، زاخو.